مرحبا بكم في درس ضرب وقسمة الأعداد السالبة. هيا نبدأ. أعتقد أنك ستجد ضرب وقسمة الأعداد السالبة في الواقع ستكون أسهل مما تبدو، فقط عليك أن تتذكر بعض القواعد، وسأقوم بشرح ربما في المستقبل عن كيف هذه القواعد تعمل، لكن دعونا أولا أن أشرح بعض القواعد الأساسية. إذن القواعد الأساسية عند ضرب عددين سالبين ببعضهما ستكون، لنقل لدينا ناقص 2 ضرب ناقص 2. في البداية تنظر إلى العددين وكأنهما لا يحملان إشارات السالبة. 2 ضرب 2 يساوي 4، وهذا يعني إذا كان لديك عدد سالب ضرب عدد سالب يكون الناتج موجب. لنكتب هذه القاعدة الأولى. إذن السالب ضرب السالب يساوي موجب. لدينا سالب 2 ضرب 2. في هذه الحالة دعونا ننظر أولا إلى العددين بدون إشارات. 2 ضرب 2 يساوي 4، ولكن لدينا هنا سالب ضرب موجب، يعني أنه عندما نضرب سالب بموجب يكون الناتج بالسالب. وهذه قاعدة أخرى، سالب ضرب موجب يساوي سالب. ماذا لو لدينا 2 ضرب سالب 2؟ أعتقد بأنك تعرف هذا جيدا وتستطيع القول بأن هذان العددان متشابهان ومضروبان ببعضهما البعض، وهذا تعدد للملكية أو ملكية صريحة، وعلي أن أتذكر هذا. 2 ضرب ناقص 2 يساوي ناقص 4. لدينا الآن القاعدة الأخيرة، وهي عند ضرب موجب ضرب سالب الناتج يكون سالب. وفي الواقع أن هاتان القاعدتان الأخيرتان هما نفس الشيء، سالب ضرب موجب يساوي سالب، وموجب ضرب سالب يساوي موجب. ويمكن أيضا أن تقول أنه عندما تكون الإشارات مختلفة عند ضرب عددين فيكون الناتج سالبا. وبالطبع أنت تعرف ماذا يحدث عندما يكون لدينا موجب ضرب موجب، فيكون الناتج موجب. دعونا نقوم بمراجعة. سالب ضرب سالب يساوي موجب، سالب ضرب موجب يساوي سالب، موجب ضرب سالب يساوي سالب، وموجب ضرب موجب يساوي موجب. وأعتقد أن ما قمت بفعله في الآخر قد أربككم قليلا، وربما أستطيع تبسيطه. فإذا قلت لكم أنه عند قيامنا بضرب أعداد تمتلك نفس الإشارات، فهذا يعني أن الناتج سيكون موجب. وإذا كانت تمتلك إشارات مختلفة فسيكون الناتج سالب. إذن سأقول على سبيل المثال 1 ضرب 1 يساوي 1. وإذا قلت سالب 1 ضرب سالب 1 يساوي 1. أما هنا 1 ضرب سالب 1 يساوي سالب 1، وسالب 1 ضرب 1 يساوي سالب 1. فماذا ترى من آخر مثالين عندما تكون الإشارات مختلفة؟ السالب والموجب. وأول مثالين، هذا المثال موجود على اليمين، فيه كلا الواحد موجبان، وهذا فيه كلاهما سالب. الآن دعونا نقوم بحل المزيد من الأمثلة، وأتمنى أن توضح النقطة لكم، وبالطبع يمكنكم حل مسائل تكسبكم الخبرة، وهذا يجب أن يساعدكم أيضا. لنقل سالب 4
ضرب 3. 4 ضرب 3 يساوي 12، ولدينا عدد سالب وعدد موجب، إذن إشارات مختلفة تعني أن الناتج سيكون سالب. سالب 4 ضرب 3 يساوي سالب 12، وهذا منطقي لأنني يمكن أن أقول ما هو حاصل جمع سالب 4 ثلاث مرات، أي سالب 4 زائد سالب 4 زائد سالب 4 يساوي سالب 12. إذا قمت بمشاهدة درس جمع وطرح الأعداد السالبة، ويجب أن تكون قد رأيته قبل رؤيتك لهذا الدرس، لنحل مثالا آخر. لدينا سالب 2 ضرب سالب 7، ويمكنك إيقاف العرض متى أردت لترى ما إذا كنت تعرف ما يجب فعله، ومن ثم تكمل. 2 ضرب 7 يساوي 14، ولدينا نفس الإشارات هنا، إذن الناتج سيكون موجب، ولا يجب عليك أن تكتب إشارة الموجب، لكن هذا للتوضيح فقط. ماذا لو لدينا 9 ضرب ناقص 5؟ 9 ضرب 5 يساوي 45، ومرة أخرى لاحظ الإشارات مختلفة، إذن الناتج سيكون سالب. ومثال أخير، دعوني أفكر قليلا. سالب 6 ضرب سالب 11، 6 ضرب 11 يساوي 66، وسالب وسالب موجب. دعوني الآن أعطيكم مسألة خادعة بعض الشيء، ما 0 ضرب سالب 12. ربما ستقول أن الإشارات مختلفة، لكن الصفر في الحقيقة لا سالبة ولا موجبة، وصفر ضرب أي عدد يساوي صفر، ففي هذه الحالة يهم إذا ما قمنا بضربه بعدد موجب أو عدد سالب، صفر ضرب أي عدد يساوي صفر. لنرى ما إذا كان يمكن أن نطبق هذه القواعد على القسمة، وأعتقد أنها ستنجح. إذا كان لدي 9 تقسيم ناقص 3، في البداية نقول ما هو ناتج 9 تقسيم 3 يساوي 3، والعددان يحملان إشارات مختلفة، زائد 9 وناقص 3، هذا معناه أن الناتج سالب. 9 تقسيم ناقص 3 يساوي ناقص 3. الآن ما هو ناتج ناقص 16 تقسيم 8؟ حسنا، مرة أخرى، 16 تقسيم 8 يساوي 2، لكن الإشارات مختلفة، ناقص 16 تقسيم 8 يساوي ناقص 2، وتذكر الإشارات المختلفة تعني ناتج سالب، وما ناتج ناقص 54 تقسيم ناقص 6؟ حسنا، 54 تقسيم 6 يساوي 9، وربما أن كل من المقسوم والمقسوم عليه بما أنهما بيحملان إشارة سالبة، إذن الناتج سيكون موجب. يحملان إشارة سالبة، إذن الناتج سيكون موجب. كما في المثال السابق، لنفعل واحد آخر، وكما نعلم أنه عندما نقسم بصفر فالناتج يكون صفر، هذا مباشر، وبالتأكيد لا يمكننا قسمة أي شيء على صفر، هذا غير معروف. لنحل مثال آخر، سأفكر بأعداد بطريقة عشوائية. 4 تقسيم ناقص 1، حسنا، 4 تقسيم 1 يساوي 4، لكن الإشارات مختلفة، إذن فالناتج سالب. أتمنى أن هذا سيساعد قليلا. الآن كل ما أريده منكم هو أن تحاولوا حل المزيد من أمثلة الضرب والقسمة بالأعداد السالبة،
وتتمرنوا أكثر. وسأذكركم بالقاعدة التي يجب أن تتذكروها وربما لديك الوقت للتفكير. لماذا نقوم بتطبيق هذه القواعد وماذا نعني بضرب عدد سالب بآخر موجب؟ وماذا نعني بضرب عدد سالب بعدد سالب؟ لكن أعتقد في هذه المرحلة بأنك تستطيع حل بعض المسائل. حظاً طيباً!